من بين الحاجات اللي عملناها احنا سجلنا مع حفيد مانديلا يعني في جزء خاص بينا هعرضه لحضراتكم، وهنطلع فاصل لاستقبل ضيفي الكريم الكاتب والكاتب الصحفي والباحث هاني رسلان رئيس وحده دراسات السودان بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. دلاله حضور الرئيس السوداني للمشاركه في ختام المنتدى، ما قيل في هذا المنتدى عن افريقيا اليوم، رايه في افكار الشباب، ما طرحه الرئيس، حوار مفتوح مع الكاتب الصحفي والباحث هاني رسلان. من مدينة شرم الشيخ من أرض السلام معانا لقاء من زاندوا مانديلا، حفيد نيلسون مانديلا أحد ملهمي العالم كله بالسلام. هاي زاندوا، ويلكم يو إن إيجيبت. شكرا على استضافتي. في البداية أريد أن أعرف انطباعك عن مصر بداية من وصولك مطار القاهرة لحضور منتدى شباب العالم في نسخته الثانية. كلنا نعلم أن مصر مرت بأوقات تحد مختلفة، فهو شيء رائع جدا أن نرى هذه الطاقة والحيوية الموجودة هنا ونشعر بالترحاب الشديد. We felt very welcomed, and we just really saw a place that has great potential. Okay, and what about your impression? ما هو شعورك عند تلقيك الدعوة لحضور منتدى شباب العالم في نسخته الثانية هنا في مدينة شرم الشيخ؟ هذا يجعلنا نقول أن مثل هذه الفعاليات مهمة جدا، لابد أن نستوعب أن الشباب يمثلون ديموغرافيا الجزء الأكبر من الشعوب، فوجودي كجزء من هذا الحدث المميز يمكن أن يعكس أفكار جدي نيلسون مانديلا وجدتي دينا مانديلا الذين دافعوا بشدة عن الشباب وحقوق الإنسان، فمشاركتي هنا تعد انعكاسا لذلك، علاوة على انعكاس تعاملنا، فهي فرصة جيدة أن مصر تحتفي بشباب العالم. ما هي أكثر مقولة ملهمة لنيلسون مانديلا تقولها لنا اليوم، وخاصة أن المحاور الأساسية للمنتدى هي السلام، الإبداع والتطور؟ لابد أن ندرك قوة التطور تأتي من مجتمع به سلام ومن الناس الذين يفكرون بحرية، فبأخذ ذلك في الاعتبار ما حارب من أجله جدي فهو حارب من أجل شعب يمكنه أن يعيش في سلام جيد في البداية، وبالتالي يقدر على المضي قدما لتحقيق الأهداف المرجوة. لذلك أتذكر واحدة من أقوال جدي كأول رئيس منتخب عرف رسميا بالرئيس الأسود، كانت كلمته واضحة جدا وهي: دعونا نكون معا، دعونا نحتفل ببعضنا البعض لتوحيد الأمة قبل الانطلاق قدما. Let's come together, let's celebrate one another, let's be unified before we take this nation forward. كما تعلم أن الفكرة الرئيسية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية هي الأعمدة السبعة التي تعكس الهوية المصرية عبر العصور. أحد هذه الأعمدة هي الهوية الإفريقية، فما هو تعليقك خصوصا أن مصر سوف تترأس الاتحاد الإفريقي بحلول 2019؟ أعتقد أن هذا مؤشر مهم جدا، إنه مهم جدا لنا كأفارقة أن نتوحد وأن نجتمع كشعوب متعددة من إفريقيا، وحقا الاحتفال بالهوية الإفريقية، لأنني أعتقد أن إفريقيا هي جزء كبير من العالم ونحتاج بعضنا البعض لكي نحظى بما نريد تحقيقه. Should continue celebrating their African heritage, their African identity, because I think Africa is actually the most significant part of the world, and we need one another in order to actually achieve the many great things we can achieve. Hope you're good to stay and hope you enjoy all the activities on the World Youth Forum in its second version. Thank you very much. Thank you for having me. Thank you.